أمي، رح توافقوا على الشاب اللي تقدم لأختي سوسن؟ مين؟ قصدك آخر واحد؟ آه، أنطون ما غيره. وانت مفكرة إنه أنا وبوكي رح نوافق عليه؟ وليه ما توافقوا؟ الشاب كتير منيح وبيشتغل ومعه مصاري وأهله كتير مناح وسوسان بتحبه، قصدي ارتحت له. قولي لها ما تبلش تبني أحلام بالهوى، أنا وأبوكي ما رح نوافق عليه، وأنت بتعرفي ليه؟ الاختلافات اللي بيناتهم رح تمنعهم، وإحنا ما بدنا المجتمع يطلع علينا نظرة كره. هالمرة إحنا رح نختار لها. رح تختاروا لها؟ رح تختاروا لها. ليه هي ما تختارت؟ هي من أول 5 ثواني إجت فيهم على الحياة أنتوا بتختاروا لها. اخترتوا لها اسمها ودينها وجنسيتها، حتى المكان بتعيش فيه اخترتوا لها إياه. ولما كبرت وقررت تدخل التخصص اللي بدها اياه، قلتوا لها هذا التخصص ما بزبط للبنات واخترتوا لها انتو. ولما قررت هلا تختار، انتو بدكم تختاروا لها؟ لا، هي من حقها تختار، ومن حقي انا اختار، ومن حق غيري يختار. تعرفوا بمجتمعاتنا عندنا كل الحقوق والحريات، عندنا حق الحياه وحق اختيار كل شيء بدك اياه، وحق التعبير عن الرأي. بس لما بدك تيجي تطبقهم رح يكونوا مجرد حبر على ورقة. ليش؟ لأنه المجتمع رح يوقف ضدك، وأهلك والعادات والتقاليد، كل هدول رح يربطوك، ما رح يخلوك تعرف تعمل اشي، رح تكون مجرد عصفور جوا قفص. حاطين له مي واكل، بس يا حرام، محروم من اشي واحد، محروم من حق الاختيار. عمي ابتلع العكسي من بعد الانتظار، قرر عن نفسي بنفسي بيدي باخد قرار، اخلق من حزني ويأسي من حبس الانتظار، كسر حيطاني وشمسي ضويعت من المطار، وبعيش حياتي حلوة وسعيدة، مجنوني حر لو هارسمها بإيدي، ما بندم على الماضي بندم على اللي ما صار، دنيا شو إلها معنى لولا الاختيار، ودنيا شو إلها معنى لولا الاختيار.